مساء الخير متابعينا الكرام ورمضان مبارك سعيد. هذه الليله حنا كنتواجدوا في كواليس ديال مسلسل القصير ليفيس اللي كان اللقاء الحصري للواجهه. غنخليكم تكتشفوا معنا الكواليس ومن بعد غنديروا حوارات مع الممثلين ديالنا. تعالوا معايا. ومعنا الان المخرج الفيلم القصير ليفيس محمد فورير. مرحبا بك معنا هذه الليله ورمضان المبارك سعيد. بارك الله فيكم والعواش المباركه وكنتمنى كل عام وانتم بخير. سي فورير يمكن لك تتحدث لنا اول امر على التجربه ديالك في اخراج هذا الفيلم القصير والفيلم من اي نوع وعلاش كيهضر بالضبط؟ بالنسبه تقريبا عندي ثلاثه الافلام قصيره وكلها كنحاول نوصل بها واحد الميساج ما تكونش يعني ديكور ميتراج اللي فيهم استعراض العضلات من حيث التقنيات او من حيث هذا، ولكن كنركز على السيناريو ثم السيناريو ثم السيناريو. الفيس هو كيناقش ظاهره ديال التسول، ولكن ما كنناقش ظاهره التسول داك يعني بجميع المظاهر ديالها، سواء كان هذا المتسول سواء كان بالفطره انه متسول او لا كتولي عنده حرفه اللي كيحتاج انه ينصف على عباد الله. وهذا وكنبين بانه راه هو فعل اجرامي كيعاقب عليه القانون. شكرا سي فورير وكنتمنى لكم حظ سعيد. شكرا. الان معنا الممثله ديالنا صباح بن صديق اللي غتتحدثنا على التجربه ديالها في هذا الفيلم القصير. السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد، بالصحه والسلامه ان شاء الله. التجربه ديالي تجربه اول مره كنلعب هذا البيرسوناج هذه. ديجا لعبت بزاف د الحويجات مختلفين، ولكن بالنسبه للبيرسوناج ديالي وحده كتسعه اول مره كنديرها. الكتابه ديال فورير محمد المخرج اللي زوين فيه هو انه حاول يطرق لواحد الحاله اللي كنشوفوها بزاف في المغرب. هو يمكن فيلم قصير هو صراحه، وكان فيلم طويل كان غيكون احسن لان الموضوع طويل والحكايه طول بزاف بزاف بزاف، ولكن هو حاول ما امكن انه يختصر ويدير موضوع قصير ويبين فيه كل شيء. حاول يطرق لوحده صغيره، بنته صغيره، كيفاش خصها تكون في المدرسه، هي مسكينه جالسه كتسعه. حاول وحده في لاج ديالي مثلا خصها تمشي تخدم، خصها تمشي تضرب تمر على راسها وتجيب فلوسها بعرق زعما صحاح لقاتهم ساهلين، كتمشي كتبروفيتي كتسعه. وحده مره كتمثل ان المهم كل واحد الحاله ديالو، يعني حالات كثار طرقهم فيها لوحده. هاد الحالات كنشوفهم للاسف في المغرب وكنتمنوا انهم ما يبقاوش، وكنتمنوا ان حتى جوج الحوايج انه هاد الحالات ما يبقاوش، وان حتى التفاته بزاف ديال الناس اللي هما مسؤولين انهم يكثروا الخدمه، يكثروا الشغل الناس اللي يقدروا باش هاد الناس هاد الحالات اللي كنشوفهم المغرب ما يبقاوش. صباح أباغ، الدور ديالك دابا في هذا الفيلم القصير فينك في الشاشه المغربيه وعلاش ما شفناكش في رمضان؟ لا انا ما كرهتش، انا ما كرهتش صراحه نكون في التلفاز 24 ساعه، ولكن كيف ما كتعرفي الاحوال يمكن مكتبش يمكن علاقات يمكن. شنو هو هذا السبب لحقاش كنشوفوا مجموعه ديال الممثلين والممثلات لهذا العام ما بقيناش كنشوفوهم في الشاشه المغربيه من غير رمضان، واننا ولينا كنشوفوا نفس الوجوه انت من غير مداوله شنو كاين؟ شوفي انا دائما هذا السؤال كيتطرح عليا غير زعما غير بغيت باش نبين للناس المشاهدين انا ما كنمثلش في مداوله بيان سور كنمثل فيها والناس عرفوني بها، وانا فرحانه انني كنمثل في مداوله، لكن انا خدمت افلام كثير، خدمت مسلسلات، خدمت افلام. ديغنيغمون كان عندي فيلم طويل مع عادل الفضيلي، كيف كنخدم كنتحرك، مي يمكن ديك البصمه ديال المداوله بقات لي. بالنسبه للتلفاز علاش ما كنبانش؟ ماشي زعما ماشي انا اللي ما باغاش نبان، انا باغا نبان. بارفوا كيجوني كيجوني ادوار صغار ما كنبغيش نديرهم، ماشي ادوار صغار حيت ما كاينش صغير وكبير، شي دور اللي ما غيزيدنيش اكثر الوغ سي با لابين باش غنديرو. وبارفو كنتمنى انا شي حاجه اللي انا باغاها ما كنوصلهاش الوغ كنتسنى. شكرا صباح الاستضافه ديالك وشكرا انك عطيتينا من وقتك، وكنتمنى لك رمضان مبارك سعيد من منبر الواجهه. متتبعينا الكرام نخليكم هذه الساعه كيف ما شفتوا اكتشفتوا معنا كواليس المسلسل القصير ليفيس ديال المنتج والمخرج محمد فورير والمنتج سعيد مقداد. تبعوا معنا وما تزابيوش مازال جديد.